مرحبا. حسب الطلبات الكثيرة بتيك توك، فهاليوم راح نسوي هذه الوصفة ميرزا قاسمي، وصفة جيلانية أو غيلانية شمال إيران، فكلش لذيذة سهلة. وأصل الوصفة هي من الباذنجان والطماطة، الثوم والبيض طبعا. فالبهارات كلش بسيطة لأن نكهة الأصلية تكون البايندان. هو أصل الوصفة لازم البايندان ينشوي بهالطريقة، بس أنتوا كيفكم، إذا ما تحبون يعني نكهة النار خلينا نقول الشوي، بيكم تخلونه مثلا بالفرن. هو الفكرة هنا الباذنجان يصير هيك ناعم، بس أنا أحب نكهة الشوي فسويته بهالطريقة. طبعا بالصيف أسهل على شواية، بس هسه على الغاز يصير، بس لازم ننظفه بعدين. بالأول شفتوا أنا قشرت الطماطة، بس أكيد مو لازم. أنا في بعض من الوصفات أحب أقشر الطماطة. البيض طبعا يرجع على وصفتكم، عينك ميزانك. إحنا لأن نحب البيض وايد فأنا كثرت بالبيض، أنتوا بيكم تخلوا مثلا 4 هيك شيء. وهذه الوصفة ما دام بيها باذنجان أكيد لذيذة، خاصة بخبز التنور.